الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا شاكرين لكم الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نكون كلامنا اليوم نكون نقاش أكتر من محاضرة، لأن المحاضرة ساعات بتكون مملة ولكن النقاش بيكون مثمر أكتر، صح؟ طيب، يعني كان الأصل نحن نتكلم في لفظ لغوي اسمه الاستيئاس، اللي هو جاي من اليأس، يعني اللي هو حينما يبذل الرسول أو النبي عليه السلام أجمعين كل جهده، كل ما أوتي من جهد وعلم وقدرة ومقدرة، ويصل لمرحلة أنه مش قادر ينتصر، مش قادر ينتصر أو يحصل على النصر. فبيفسر هذا الأمر بثلاث أشياء: إما أن أصحابه بيتخلوا عنه، أو أعداؤه مش مقتنعين فيه، أو هو شخصيا بيكون ما يشك أن الإيمان بتاعه قل، فعشان كده ربنا بيأخر النصر. الاستيئاس ده معناه إيه؟ معناه ما فيش إنسان منا يعني يقف عن المحاولة. الفرق بيننا وبين الغرب إيه؟ إن الغرب تربى بطريقة إن هو لابد يحاول ويحاول 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 عشان ينجح وعلشان ينجز وعلشان يبدع. فلذلك نجد إن في الغرب حاليا أغلب النظريات والاكتشافات موجودة من عندهم، حتى البطولات الرياضية وحتى كذا وكذا كلها عندهم، كل الأرقام القياسية العالمية من عندهم، لأنهم إيه؟ بيحاولوا مئات وآلاف المرات. فاحنا مش عايزين نوصل في حياتنا لمرحلة الاستيئاس ونشك ان الله سبحانه وتعالى يكون متخلي عنا على الاطلاق، مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. تتفكر في شيء برا، مهما كانت الظروف. ولو احنا نظرنا في الماضي في معشطة ما مشيت ايه ابنة فرعون، اللي جوزها كان يقال ان هو مؤمن آل فرعون، صح؟ فجوزها لما امن بسيدنا موسى عليه السلام قتلوا فرعون بطريقة يعني مهينة جدا جدا، حتى ان في احد الروايات انهم داسوا على جسمه برجليهم وقديهم لغاية ما كل المصارين خرجت من فوق ومن تحت. المرأة كان عندها 5 أطفال، حبت أنها تعيل الأطفال، فاشتغلت ماشطة لابنة فرعون. ولما ذكرت اسم ربنا سبحانه وتعالى لما وقع المشط، وكلكم عارفين القصة، فحصل الحوار ما بين الإيمان وبين السلطة أو القوة أو إلى آخره. مين ربك؟ قالت لها ربي هو الله لبنت فرعون. معقولة أبوك وأبويا مش ربك؟ شفت قد إيه؟ الأمر كان واضح للبنت والأمر كان واضح للماشطة، والبنت هي ابنة فرعون والماشطة هي شغالة عندها، واضح الأمر بالنسبة لها. لما جه يردها عن إيمانها فرعون يعني رفضت، فجاب أولادها اللي كنتم عارفين القصة، وحط الزيت المغلي وبدأ يرمي واحد واحد وهي تطفئ تشاهدهم. وهنا الاستيئاس، يعني شوف امرأة وأرملة ومعيلة ومستيئسة لكنها لم تتخلى عن دينها وعن مبادئها وعن قيمها. حتى لما جت في آخر الطفل الخامس اللي هو كان رضيع، يقال يعني كان رضيع، قال لها يعني نار الدنيا أهون بكثير جدا من نار جهنم، فاقتحمي. قبل ما ترمي نفسها او يرموها في الزيت المغلي، طلبت شيء واحد فقط. شفت قد ايه حب المراه لاطفالها، وده الامومه. الامومه بتبني امه، الامومه بتبني تاريخ، لان الام امه، الام معانا يا منى، الام امه. اوعوا تتخيلوا ان انتوا دوركم مهمش في المجتمع، الام بتبني امه. قالت له اجمع لي عظامي وعظام أولادي في قبر واحد، ده الطلب الوحيد اللي طلبته.
الطلب الوحيد اللي طلبته في مرحلة الاستئاس، مرحلة الإنسان لما بيجد خلاص لا مفر إلا أن يكون في أمل. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم طلع في الإسراء والمعراج شم ريحة جميلة جدا في الجنة، فسأل سيدنا جبريل عليه السلام رائحة من هذه؟ فقال هذه رائحة قبر ماشطة بنت فرعون، وحكى له القصة بقى بالتفصيل. لما حصلت مرحلة الاستئاسة، بذكر النساء ليه بالذات؟ لأنهم يعني قبلوا بلاء حسنا في الدعوة، دعوة من 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 آلاف السنين. امرأة فرعون نفسها لما أسلمت، وكانت بتعاتب فرعون كيف يقتل الماشطة إلى آخره إلى آخره، فحس إنها كفرت بدينه مش هو الإله بتاعها، وحب يردها ما نفعش. جاب لها أمها زي ما احنا بنكفي العقل بنتخانق كده، طب حجيب لك أمك، طب حجيب لك أبوك، طب حجيب لك عمتك، طب حجيب لك جارتك، مفيش فايدة. بدأ يعذبها لدرجة ان هو حطها في وسط الصحراء وضرب حط المسامير في ايديها ورجليها في وسط الصحراء في وسط لهيب الشمس، ولم ترتد عن دينها اللي امن بيه اللي هو دين موسى عليه السلام ودين اللي هو مؤمن آل فرعون. ولما كان بيهددها علشان يقتلها قال له ما تقول اعظم صخرة عشان ارميها عليها، فقالت في هذا المكان رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى يريها مقعدها في الجنة، فبدأت تضحك وتبتسم وراح عنها كل الألم. فكان فرعون بيشهد الناس عليها انها مجنونة، ازاي انا بعذبها والمسامير في ايديها والصخرة هترمي عليها ومش حاسس ان الايمان في مرحلة الاستئاس بيعمل اشياء لا تحتاجها البشر. وماتت يعني رحمة الله عليها. فالواحد عايز يخرج من الامثلة البسيطة للنساء دول ان دي تعتبر بالنسبة لنا لا يأس مهما كانت الظروف. انا متفائل، انت متفائلة زي طب انا متفائل اكتر منه، يلا هات تفائلك على تفائلي ونعمله مع بعض ونشوف مين اللي هيغلب. انا متفائل يعني بطريقه مش ممكن يعني. ليه؟ لان ما ينفعش نعيش الانسان فينا يخش في خن، يخش في نفق ضلمه ويقعد بقى يقول ظلموه. راح اللي راح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات سيدنا عمر مسك السيف ولا مش عارف مسك ايه في ايده وقال من يعني من قال محمد مات وساضرب عنقه او حاجه زي كده، هو محمد إلا رسول قد خلى من قبله الرسل. خلاص موضوع انتهى. واستمر الإسلام إلى الآن. الإسلام هو دين بيحارب من 1400 سنة وأكثر. الإسلام هو دين بتحاربه كل القوى في العالم، وكلما يحاربوا هذا الدين الدين يقوى، وكلما يقتلوا أصحاب هذا الدين الدين يقوى، وكلما يبيدوا أصحاب هذا الدين يا ربنا. يعني بعد اللي حصل في روسيا أيام الشيوعية، وانا رحت الشيشان في 1992، كان في شخص اسمه احمد دباسك القصه بتاعته، كان كل امله ان يبيع الشقه بتاعته في كازاخستان ويرجع بالفلوس دي يديها لاهله اللي هو اتحرم من شريتهم حاجه 40 سنه، حاجه 40 سنه اتحرم منهم. لم ييأس ان في يوم من الايام هيرجع، ولم ييأس ان في يوم من الايام هو مسلم زي ما هو. فسألناه انت كنت عايش كمسلم ازاي؟ ان كنا ما بنصليش طول النهار، بالليل نطفي الانوار ونقفل الابواب ونخش، انا عنده غرفه داخل غرفه وكل ما عنده. قال لي انا خدت الكتاب ده من ابويا اللي هو القران، نسخه من القران قديمه بقى وايه باليه، هو ده اللي طلع بيه من الدين، هو ده اللي طلع بيه من الدين. كان هدف حياته وامل حياته ان العشرة الاف دولار بتوع الشقة دول يرجع يديها لأهله ها في داغستان. خدوه من داغستان ودوه لكازاخستان الى اخره. فالاستياس هنا ما خلاش
احمد رحمه الله عليه لو كان عايش او ميت، انه يفقد الامل انه حيقابل اهله، انه يفقد الامل انه حيصلي كل يوم ان شاء الله حتى الصلاه ما تفهمش، لكن ربنا هو ايه اللي بيقبل الصلوات دي. في مرحله الاستيئاس قابلنا مين؟ قابلنا اكبر المساجين سنا واكثر من سجن في البانيا اكثر من 40 سنه، كان كده شيخ المساجين هو. فعزمناه على الغداء، وده كان في ديسمبر بالظبط بعد خلاص الدكتوراه، كان في اخر ديسمبر سنه 1991. كنت انا بزور البانيا مع اسعد طه، كلكم عارفينه يمكن لو نقطه ساخنه، وكان شاب تاني من 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 مقدونيا. فالراجل بعد ما اتغدينا مع بعض رحمه الله عليه حيا او ميتا يعني، وقف قدام الفندق بتاع تيرانا ده وقعد بيتكلم كلام كده وبيهتز وهو بيتكلم وبيعيط، احنا مش فاهمين حاجه، بيعيط بيتكلم وجسمه بيتهز، يعني ايه منفعل فعلا منفعل. ففي الاخر سالنا هو بيقول ايه، قال ده بيقرا الفاتحه، كل ما تبقى له من الدين كانت فاتحه احنا ما عرفناش هي ايه. درجه الاستيئاس اللي حرف اللي مر بيها لم تفقدوا الامل ان في يوم من الايام هيخرج، في يوم من الايام هيكلم الناس، في يوم من الايام هيعرف قضيته، الى اخره الى اخره الى اخره. فاوعى ناخد الاستيئاس ده اللي جات للرسل قبل كده ان هو يخلينا لا نستطيع اننا نكمل مسيرتنا في الحياه، لا نستطيع اننا ندير مجتمعاتنا اللي احنا موجودين فيها، لا نستطيع اننا نحاول نصلح مجتمعاتنا. احنا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اعطانا اعظم الانبياء صلى الله عليه وسلم وخاتم الانبياء والمرسلين، واعطانا القران اللي احنا بنقول فيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان نحن نزلنا ذكرا وانا لحافظين، يعني محفوظ بفضل الله سبحانه وتعالى، واعطانا منهج لإقامة أركان الحياة. منهج الإنسان اللي عايز يعرض إيمانه يعرض إيمانه على مجتمعه، اللي عايز يعرض إيمانه يعرض إيمانه على مجتمعه. أنا إيماني خلاني أعمل إيه في مجتمعي، أنا إيماني خلاني أعمل إيه في تخصصي، أنا إيماني خلاني أعمل إيه وأنا بعامل زوجتي أو بعامل زوجي أو بعامل أبنائي أو بعامل جيراني في أخلاقي، أنا إيماني خلاني أعمل إيه في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى حينما لا يراني أحد. يعني هل أنت لما بتقوم الليل مساء أو فجرا أو قبل الفجر بننادي ربنا خوفا من أن نكون منافقين ولا لا؟ محدش شايفك، محدش بيسمعك، محدش بيكلمك، خشية أن تقوم هذا الليل بينك وبين ربك وتشعر أنت في نفسك من الداخل بأنك تنافق. ده جزء من الإيمان. الإيمان مش حدوتة كده شيخ هيجي يقولها لنا في حبه حواديت حصلوا في سيره الصحابه او سيره الصالحين او حبه ايات قرانيه. الامان، الايمان هو التطبيق العملي له في اثرك في المجتمع. يعني اثرك في المجتمع هو ايمانك، عملك للمجتمع هو ايمانك، خلقك مع الناس هو ايمانك. واضحه؟ واضحه ولا اقول حاجه ثانيه بالانجليزي؟ ها، هو ده الايمان. الايمان مش مجموعه من الدين بتاعنا مش طقوس، الدين طقوس بتاعنا مش طقوس، والعبادات بتاعتنا لابد تتحول ايه الى عمل، وعمل نستطيع ان احنا نقيم به مجتمعات. يعني الفارق ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا موسى عليه السلام، ايه الفارق بين الاثنين؟ حد يقدر يقول لي؟ الاثنين قولوا عزم من الرسل، صح؟ حد عارف الفرق ايه؟ ها؟ إقامة المجتمع. الاثنين عايزين يكونوا مجتمع، واحد نجح والثاني ما نجحش، ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه مين؟ ها؟ مين فاكر المقولة اللي قالها له الصحابي الأنصاري لما كانوا هيتخلوا عنه إلى آخره؟ حافظ المقولة أنت؟ مش حد فاهم المقولة؟ لا. فما نتكلم عن الفارق ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة المجتمع وفي سيدنا موسى عليه السلام، ان سيدنا موسى كان معاه الصحابة اللي هم رباهم وقام بهم مجتمع. سيدنا موسى مجرد ما عدوا البحر وانتقلوا وراحوا سيناء تركوه عبد العجل،
ففرق كبير جدا انه انت بتقيم المجتمع لابد تكون تربي معاك مجموعة من الناس يؤمنوا بقيمك، يؤمنوا بعقيدتك، يؤمنوا بثقافتك، يؤمنوا بإلهك وبربك وبدينك. ده الأصل كده. وإلا الاثنين سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل، دول عبدوا العجل ودول عبدوا الله سبحانه وتعالى. فلذلك بناء المجتمعات مش سهل. سهل ولا مش سهل؟ بناء المجتمعات مش سهل، بناء الأمم مش سهل، بناء الأسر مش سهل، بناء الأخلاق مش سهل. أصعب شيء بيواجهنا كلنا ليل نهار هو إيه؟ حد يقدر يقوله؟ اللي أكتر شيء معضلة بالنسبة لي أنا نفسيا كل واحد فيه إيه؟ اللي هو النفس. صعبة صعبة. يعني إحنا عايزين نغير مجتمع لكن مش قادرين نغير نفسنا، عايزين نغير مجتمع لكن مش قادرين نغير أخلاقنا، عايزين نغير مجتمع لكن مش قادرين نغير سلوكنا. تعاملنا مع زوجاتنا شكله ايه؟ تعاملنا مع الشباب زمايلنا شكله ايه؟ تعاملنا لحد مثلا احد الأمثلة البسيطة، الإنسان لما بيخش يتوضى ويطرطش المية، كم مننا عمل كده ولا بنشف المية في الحمام ولا بنشفش؟ ما بنشفش. ما اخش الجامع بحط جزمتي مظبوطة ولا في الرف بتاعها ولا ما بحطش؟ اما بركن عربيتي بركنها صح ولا بركنها في خط ولا خط ولا خط ولا خط ولا خط؟ دي سلوكيات بتدل على نوع الايمان اللي عندي انا. اذا كنت انا لا بحط الجزمة بتاعتي مظبوط ولا بنشف الحمام لما حدش معايا في الحمام ولا بركن عربية صح، هقيم مجتمع ايه؟ في الحاجات البسيطة دي التافهة اللي احنا نعتقد انها تافهة وبسيطة وملهاش اي قيمة، هي اساس ان الانسان بيلتزم، سواء كان الانسان ده رجل او امرأة، شاب او شابة. انا بتكلم معاك وانت خدت خلصت انت دراسة ايه؟ هندسة. وانت خلصت دراسة الكمبيوتر ساينس. حتى نخلص ها خلصت ايه؟ سريعة. انا بعد ما خلص عايز اعمل ايه؟ مش انا خلصت عشان اخد ايه؟ عارفين الفرق؟ بعد ما خلصت انا عايز اعمل ايه؟ مش خلصت عشان وظيفة، مش خلصت علشان شيء معين، لا ده هي مسيرة. بناء المجتمعات بتبني بي انا. في الشريعة تخصصت، في الكمبيوتر ساينس تخصصت، في الهندسة وببني تخصص علشان زي ما الناس عملوا السوشيال ميديا. مين اللي كان هنا شغال في حد تاني؟ انت شغاله في ايه؟ ويب ديزايننج، اللي هو التكنولوجي الحديث ده. طيب ليه انا ما اعملش ويكون عندي القدره على بناء البرامج؟ ليه انا ما اعملش يكون عندي القدره على بناء نظريات جديده؟ ليه انا ما اعملش يكون عندي القدره على اكتشافات؟ ليه انا بخلص وقف وبعدين وبعدين؟ يعني لازم اقول وبعدين. ما ينفعش ان احنا نقعد ونقول والله احنا الان الامر بقى مسود ومكفهر وظلم وكذا 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 وانا ما بعملش حاجه. خلصت كليه الطب، خد دكتوراه. خلصت دكتوراه، اعمل ابحاث. خلصت ابحاث، اعمل نظريات. خلصت نظريات، اعمل اكتشافات. ايه المشكله؟ ليه الاخرين بيسبقونا؟ لانهم مؤمنين وإيمانهم، برغم أنهم قد يكونوا مسلمين أو غير مسلمين، مؤمنين بأنهم عندهم دور في بناء المجتمع. وهكذا العرب اللي هم العربان الأعراب لما آمنوا غيروا وجه البشرية كلها. صح ولا غلط؟ ها؟ لا، غيروها. لما أنا أقول خارج، إن أنا خارج من وسط الصحراء، خارج من مناخ قبلي شديد، حروب، يعني في حرب قعدت ما بين الاوس لا حرب البعاث ولا اسمها البسوس، قعدت كم سنه؟ 40 سنه. بين مين؟ قبائل عربيه. دول خرجوا بعد كده عملوا ايه؟ خرجوا بعد كده. سيدنا ربيع بن عمرو قال لكسرى، قال له ايه؟
كسر قال له عايز نجديك حبة أكل، حبة قمح، حبة هدوم، حبة ذهب، أنت يا عربي يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا. قال له إيه؟ قال له لقد جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. مين ده؟ مين هو ده؟ هو ده الأعرابي اللي كان يتهكم عليه كسرى في الوقت ده. لكن إيمانه، دلالة إيمانه وحقيقة إيمانه كان في وقوفه أقوى من كسرى أمام الله سبحانه وتعالى وهو يحادث كسرى. صح ولا غلط؟ فالإنسان لما يتكلم مع نفسه يعرض نفسه على إيمانه، ثم يعرض إيمانه على مجتمعه. ما ينفعش الصلاة لوحدها، مش كل واحد بيصلي، المنافق بيصلي والسارق بيصلي والزاني بيصلي وكذا كذا كذا. لكن أنا مؤمن، يبقى حقيقة إيماني إيه؟ حقيقة الإيمان ليه حقيقة. فاكر الحديث؟ ما حقيقة إيمانك؟ أظمأت ليلي أسهرت ليلي وأظمأت نهاري. شفت لما يخلي الليل يقف معاه يتعبد كما يتعبد هو أمام الله سبحانه وتعالى، ولما يخلي النهار وهو صايم يشعر النهار بظمأ الصحابة. شو رسول الله في الآخر؟ عرفت فلزم حقائق الإيمان دي حقيقة. وعمرنا ما هنقدر نغير مجتمع أو نبني مجتمع من غير بدون أن يستقر الإيمان في قلبنا. والأمر أمر شخصي، الأمر أمر شخصي. الإيمان لما بيستقر أنا اللي بسعى لكي يستقر الإيمان في قلبي. الإمام لما بيقوى ويتعمق أنا اللي بسعى. ربنا بيجي يقابلني الساعة كام قبل الفجر؟ الساعة 4، الساعة 3، الساعة 5، يتحسسنا. الأصل الأمر إيمان يتحول إلى عمل، إيمان يتحول إلى عمل. في كده كلمتين هقولهم بس عشان ارتاح شويه وانا بتكلم. لا تتحدث معي عن دين لا يتحول الى خلق، لا يتحول الى خدمه مجتمعيه، لا يتحول الى بناء. لا يتحول إلى حماية الحريات، لا يتحول إلى عدالة اجتماعية، لا يتحول إلى رفع الظلم ورد المظالم، لا يتحول إلى تكامل وتعاون وشراكة. إلى حب وود وإخاء، إلى تنازل وتواضع. تعرفوا تنازل معناها إيه؟ تعرفوا تنازل معناها إيه؟ إن أنا أعطي حقي لمن يستحق، إن أنا أعطي سمعتي لمن يريد أن يسمع له، إن أنا أقدم مصلحة المجتمع ومصلحتكم عن مصلحتي أنا الشخصية. ده التنازل. إن أنا لا أنتصر لأكون الأول، نحن ننتصر. لا نتحدث أو تتحدث معي عن دين
لا يتحول إلى وطن ونهضة وحضارة. العرب ما كانش عندهم وطن، كانش عندهم حضارة. كانش عندهم نهضة. الدين اللي مش هتحول كده ده مش ديني، ده دين الشيطان. نتحدث ما عن دين لا يعيش الواقع، واقع المجتمع، مشاكل بتاعتنا في المجتمع، الطلاق، الغلو، الظلم، الإلحاد، هروب البنات والشباب من البيوت، التسرب من التعليم، الجهل والجهالة. دين ما ينفعش يكون دين من غير ما يعرف المجتمع في ايه، او اصحاب هذا الدين ما يعرفوش كيف يتعاملوا مع مثل هذا المجتمع. لا يعرف سبل الحياة ليقودها ومسالك الثقافات ليعززها ويغير الشاذ فيها. لابد الدين يغير بينا احنا، بينا احنا نغير، ها بينا احنا. ربنا اصطفانا عشان نكون مسلمين، اصطفانا عشان نكون مؤمنين، اصطفانا عشان يجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. شروط الإيمان بالله هي النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. لا تتحدث معي عن دين الأقوال والأشكال، الحجاب بتاعي شكله إيه، الموضة النهاردة شكلها إيه. أصبحت الموضة أقوى من الإيمان اللي في قلبي، سواء كان عند الشباب أو عند الشابات، بتقودنا وراها فاشن عم نتكلم عنه ده. لا تتحدث معي عن دين الأقوال أو الأشكال أو الأفكار، أو كثرة المقال. دين الشعراء والمنظرين والأدباء والمثقفين، دين النخب والصفوة والزمرة. تحدث معي عن دين المؤمنين، الدين الذي يبني إيمان المؤمن ويجعل المؤمن والمؤمنة قادرين على بناء الحياة وأركان الحياة في كل زمان وفي كل مكان. هذا الدين اللي نتحدث عنه. هل احنا قريبين من مثل هذا الدين ومثل هذا الإيمان؟ هل احنا قريبين؟ قبل ما نشوف ربنا بيمتحننا ازاي في حياتنا، نشوف احنا في حياتنا الخاصة بنعمل ايه. احنا في حياتنا الخاصة بنعمل ايه. انا مش عايز اطول كتير عشان عايز كنتوا تسألوا. لا اتحدث معي عن دين لا اعرفه لاني لا اعرف مدلولاته في افعال المؤمنين واعمال واعمال التابعين له واثار المهتدين بهديه. دين لا اراه، وكيف نرى الدين في وجوه المحبين مؤمنين من امثالكم وقلوب الصالحين وخطو الذاكرين وعباده الشاكرين. لا اتحدث معي عن دين لا اسمعه، وكيف نسمع الدين في روايات العابرين وحكايات الصابرين وتاريخ الزاهدين. احنا ديننا ايه بقى؟ عملنا ايه في دنيانا؟ وبعدين بنسخط بنسخط على على من حولنا. ليه احنا عملنا ايه؟ ايه اللي عملناه؟ ايه اللي قدمناه؟ عملنا زي ما شطت بنت فرعون عملت بعد ما رأت جوزها ورأت 5 من الأطفال أو 4 من الأطفال يرموا في الزيت المغلي. إيه الامتحان اللي احنا امتحناه؟ ربنا امتحنا إياه. إيه التضحية اللي احنا قدمناها؟ إيه العطاء اللي احنا أعطيناه؟ إيه الصبر اللي احنا اصطبرناه؟
طب نسخط على ايه؟ ايه قيام الليل اللي احنا بنقوم بيه كل يوم؟ هل احنا اقمنا الليل فعلا كل يوم بيننا وبين نفسنا؟ هل احنا لما قرينا القران فهمنا القران؟ عشان يتحرك بنا القران ويكون هو الروح اللي في داخل القلب، الروح اللي بتضيء اركان الجسد ويخلي الايمان راسخ في القلب. ايه اللي احنا عملناه؟ ليه احنا ضاجرين على كل شيء؟ ونحن بنسأل نفسنا، ونفسنا ما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الليل كل يوم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ليه؟ ليه كان بيبكي؟ ليه؟ ليه كان بيسهر؟ كان مهتم، مهموم، مغموم بكل واحد فينا. لو طلع عنا الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج دلوقتي بعثه الله مرة أخرى، هيعرفنا؟ هيعرفنا بإيه؟ عملنا قبل أقوالنا، عملنا قبل أقوالنا. اللي احنا بنتكلم عليه هي مسؤولية فردية. يوم ما هنقف يا شباب أمام ربنا سبحانه وتعالى، هيسألني، مش هيسألني عن قضية أنا مش قدها، هيسألني أنا عملت إيه في الحي بتاعي. أبدأ إلى أن أتدرج من أبي وأمي وأبنائي وأبناتي وإخواني إلى أخواتي إلى مرحلة تانية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في واحد فينا يستطيع أن يشيل هم زوجه أو زوجها، وفي واحد يستطيع أن يشيل هم البلد كلها. إحنا فين في النص؟ وده الإنسان. وقبل ما نلقي السهام في ظهور أو صدور من يجتهد ويخطئ ولا يصيب ونشتمهم ونغتبهم وكذا وكذا، طب أنا عملت إيه؟ هو أخطأ، هي أخطأت، طب أنا عملت إيه؟ إيه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم ولا عليكم. عليكم ده الأمر. فالأمر فردي ثم جماعي ثم مجتمعي ثم على مستوى الوطن ثم على مستوى العالم كله، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل سيدنا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن ده سيدنا محمد. لكن أنا لما أختي بتندهلي مثلا ومش عايز أرد وأنا صاحي ومكسل بقى طلع راسي والدنيا برد، وده دين صح ولا غلط؟ يا بنتي تعال بس لبقوا مش معمولين ايه وعايز اعملهم، انا بذاكر يا ماما. وانت ما بتذكريش قاعد ماسكه التليفون كده، فين التليفون؟ هات تليفونك يا عبد القادر. يا ماما انا بذاكر بس عندي امتحان بكره. الاطباق تحت يا بنتي صح ولا غلط؟ بيضحكوا. عملناها واحنا صغيرين. عملتيها انت كمان؟ أكيد كلنا عملناه. فهو ده التدرج في معرفة الإيمان وحقيقة الإيمان في القلوب. في ناس بتقدرش تنام لأنهم أصحاب مهمة وأصحاب هم، وكل صاحب رسالة مهموم. أقولها تاني، كل صاحب رسالة مهموم، تجد الهم في وشه. قابلت ثلاثة أنا لسه وأنا كنت في سويسرا، من شكلهم كده عرفتهم هم جايين ليه. كان في مؤتمر للأمم المتحدة، من شكلهم عرفتهم. عارف مش عاوز بنامش من انا عارف يعني. تعرفين من شكلهم انت شايل حلة ايه؟ طاجن ستك ولا حلة ستة؟ طاجن ولا حلة؟ تبقيت مغاربة شايل طاجن ستك على راسك ليه؟ لان هم. مش قيل عن سيدنا صلاح الدين الأيوبي لما كان يجد الناس بتضحك قال كيف أضحك والقدس أسيرة؟ صح؟ عرفش يضحك، صاحب هم، صاحب هم، وهم عايش معاه مش هم معدي عليه. يعني واحد ممكن واحد صاحبه يموت يتفاوض معاه فيحزن يومين ثلاثة وخلاص ونقلب الصفحة. الأهلي هيلعب الزمالك إمتى؟ الترسانة هتلعب دلوقتي ولا ما بتلعبش؟
والحاجات دي كلها. ومحمد صلاح ما جابش جون امبارح ليه يا يوسف؟ تعرفش ليه؟ ليه ما يجيبش جون؟ وهكذا. تخيلوا تخيلوا احنا منشغلين بلعبه لا لينا فيها لا ناقه ولا جمل. مين اللي بيلعب قدامك في التلفزيون؟ 22 لعيب. طب انا بعمل ايه؟ بصوت. شفت قد ايه اصبح مخنا منشغل ومقلوب. بقى استنى بس ايه ما هخلص بعد ايه احصل لي بعد الماتش ايه بقى في الخمس دقايق بتوع البريك. شفت قد ايه؟ وبعدين يجي نطلب من ربنا سبحانه وتعالى النصر، نطلب من ربنا سبحانه وتعالى النجاح. طب وبعدين كيف نازل ايماننا واحنا عايشين في مجتمعاتنا؟ انا شخصيا اكتر واحد اقدر على ان اذن قيمه ايماني بمدى عملي والبركه اللي بتجي لما اخرج مع طفل او مع طفله او مع رجل. لقد سمعنا صاحب هذا القبر لو سيدنا عبد الله بن مسعود لما لقى الرجل مقيم معتكف، في من كان من صار في حاجه اجي خير له من ان يعتكف في مسجدي هذا كم شهر، شهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكاف. هو ممكن مثلا يخرج ياخذ الرجل ده مثلا ضرير يعدي الشارع. تخيلوا بقى، هو ده الدين. الدين خدمة مجتمعية. وين هختم بحاجة أقولها قد تكون غريبة على البعض. أنا بقول أعوذ بالله مشان نجيب كلمة أنا، ديننا هو دين مدني. اللي يجي يضحك علينا ويقول أصل دول كده ودول كده، لا، ديننا يؤمن بمدنية المجتمع. ليه؟ لأن المدنية معناها أن الشخص قادر على العطاء. أنا وأنت وكلنا قادرين على العطاء. ما نجيش بقى نقول لأن الغرب حط بعض التعريفات. أنا أعمل تعريف تاني المدنية من خلال إيماني ومن خلال قيمي أعرفها تعريف تاني. ليه ناخد كل تعريف وخلاص؟ أنت مش قادر على أن تعمل تعريف للمدنية؟ سيفل، سيفيليان اللي هو مواطن، ها، اللي جاي من الحضارة، سيفيلايزيشن. أنا ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كرسول جه علشان يقيم رخاء في كل جانب من جوانب المجتمع، بالعلم، بالدراسة، بالخبرة، بالمعرفة، بالعمل الجماعي إلى آخره إلى آخره، ببناء المجتمعات. من أصعب الأشياء دلوقتي يا أخ هشام يا مشمش، من أصعب الأشياء دلوقتي إن أنا أبني مؤسسات مجتمع مدني ترعى المجتمع. وأنا بقول لكم أهو، ودي في ناس كتير جدا ما بيحبونيش فيها لان انا دايما بتكلم عن بناء مؤسسات مجتمع مدني. بلد من غير مؤسسات مجتمع مدني هي بلد هشه. هشه. لو جت لها اي هزه هتنهار. مؤسسات المجتمع المدني عندكم هنا في مهندسين، مش كده؟ في مهندس اللي ما مش مهندس ورامي مهندس. قول لهم يعني ايه سلك الرباط؟ كان غايه ما كانش غايه المحاضره. سلك الرباط. طب استخبى بقى، ها؟ انت مهندس؟ هو الجدع هو اللي جاي من علم عام اهو. اما تيجي تعمل الحديد الاسمنت اللي هو الاسمنت المسلح، حديد المسلح ده عشان محل الاساسات بتربط سياخ الحديد ببعضها. اسمه ايه بقى؟ حبل. جاي منين ده؟ جاي منين ده؟ اخي جاي منين؟ ها؟ يعني هو بالتركي اسمه ايه؟ رباط سلك. ها؟ اسمه ايه؟ يبقى خلاص. شفت بقى؟ دخلونا من لبستونا في الحيطة، ها؟ لبستنا في الحيطة يا عم. فشفتوا انتوا تكلفة العمارة قد ايه؟ تطلع مثلا 20-30 مليون. ها؟ تطلع العمارة 20-30 مليون جنيه، لكن من غير سلك الرباط ده اللي ب 5000 جنيه ما تقومش العمارة. أنت بقى سلك الرباط. جمعية. أنت سلك الرباط لأنك بتمسك المجتمع من تحت، تشبكه من تحت في كل مجال من مجالات المجتمع، في كل مجال
ما في مشكلة إلا نعملها جمعية أبدا، وبعدين نبدع فيها، وبعدين ننجز فيها، وبعدين نقدم فيها خدمات للناس كلها. فلا تتخلوا عن أنكم تبنوا جمعيات وتبني مجتمع مدني، وإننا نكون فخورين جدا بما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياه. أنا حقف عشان أنتوا عندكم أسئلة كتيرة جدا وعايزين تقولوا أراءكم، وجزاكم الله خير. يعني عشان نروح ما يقولش إيه، أنا ما عارفش اتكلمت قد إيه، اتكلمت قد إيه يا عبد الله؟ نص ساعة والله. أنا كنت فاكر وأنا خلاص خلاص أنا تبت إلى الله. اتفضل لو في حد عندي أسئلة أو إضافة إلى آخره. ها؟ اللي عايز يروح يجيب اي حاجه يجيبها ويجي، اصلا انت عملت بريك. يعني اللي يروح يجيب كوبايه قهوه يجيب كوبايتين، كوبايه شاي يجيب كوبايتين. ها اللي عايز يخدم يجيب للناس كلها بقى. ها اللي عايز يتكلم يا شباب، اللي عايز يقول اي سؤال توكلوا على الله. اتفضلي. لا انا ممكن اكل بعدين اجي اسال. انت عايز اكل؟ طيب الاكل اول. يلا يا شباب انا جاي عشان اسمعكم. مين اللي هيقص الشريط؟ ازيك يا ميمو؟ ها؟ انا عندي سؤال. يعني وجهه نظر ان احنا محتاجين خطوات عمليه. ايوه. يعني جيد جدا ان احنا نبقى عندنا نظريه مكتمله، فكره مكتمله. احتياجنا لخطوه عمل ان احنا نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى نسال فردي. القضايا دي وضوحها اساسي. ما عندناش في ده خلاف، ومحتاجين التذكرة بيه بصورة دائمة، بحيث ربنا سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا. أيوة. فالعمل سبقه قول. طيب. القضية خطوات عملية مدروسة معروفة مزمنة، نقدر نحاكم أو نحاكي نفسنا ليها على 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 طول الوقت، في شرايح متعددة وفي وقت متعدد. طيب. يعني فريضة الوقت كذا بتختلف باختلاف مكاني، بتختلف باختلاف سني، بتختلف باختلاف المهام المنوطة بيه. فلو حضرتك تساعدنا في الصورة دي تبقى حاجة جيدة جدا. طيب. أنا بس ده لوحدها محاضرة. يعني أنا حدي مثلا من خبرتنا الشخصية، يعني عشان بتكلم برضك الحمد لله، ومثل يعني أنا عشته حوالي لغاية دلوقتي، يعني 30-40 سنة يعني تقريبا. لما بدأنا عمل في الجمعية اللي احنا عملناه، يعني في العمل الخيري، كانش عندنا أي إمكانيات. دايما أقول الكلام ده يمكن تسمعته أكتر من مرة. ولا أي إمكانيات، ولا ترابيزة، ولا مكتب، ولا أي حاجة. اشتغلنا بلا شيء، من لا شيء. لكن كان أساس النجاح فيها إيه؟ إن أنت كان عندك بذرة لقيت لها تربة صالحة حطيتها، ما سبتهاش ومشيت، فضلت تراعيها لغايه ما اصبحت شجره. خدت سنين، هجمت، الناس اتكلموا عنك كلام سيء كذا، ولا يهمك. لا تتخلى ابدا عن البذره بتاعه الشجيره اللي طالعه دي في الاخر. دلوقتي اصبح لها يمكن الاف العمال في العالم كله، اصبحت مئات الملايين بتجمعهم، اصبحت لها دول كثيره. ده من الهيل لها دول كتيرة في كل حاجة. بس أساسها من موضوعنا أن أنت عندك هدف واضح عايز تحققه، ما يهمش هو إيه الهدف، المهم أن أنت تكون صابر على تحقيق مثل هذا. يبقى أول حاجة الهدف واضح، تاني حاجة يكون عندك الصبر، تالت حاجة يكون عندك الرؤية، تالت حاجة يكون عندك الإصرار. لأن بالنهاية مهما كانت هي، سواء كانت بذرة أصبحت شجرة أو إلى آخره. فكل الأعمال العظام دي كلها بدأها شخص زي حضرتك أو زي حضراتكم، وقعد يراعيها زي الفلاح بالظبط. الفلاح بتاع انتوا شفتوا اللي هي الغطام بتاعة القط؟ حد فيكم شافها ولا؟ اللطعة لما بتيجي، عارفين اللطعة؟ اللي هي الدودة، بيجيب كل الناس عشان يشيل اللطعة دي، لأن ده خلاص ده. فهو اللي شاف اللطعة ده ايه؟ معناه انه كل يوم بيقعد في الغيط 5-6 ساعات. ليه؟ لان خلاص ده الهدف بتاعه، اكل ولاده، اكل اللي هو عصب حياته. فلذلك نيجي نطبقها واقعيا. انا عايز اشتغل مع الاطفال، اعمل لهم جمعية للاطفال. بقول لك ابدا بسيط،
اوعوا يا اخواننا تقولوا انكم هتبداوا مثلا في قضيه سوريا مثلا، او عندنا ناس هنا شغالين في القضيه السوريه، وسوريا دي فيها 7-8 مليون نازحين في الداخل، وفي بره مش عارف كام الى اخره، يعني كلهم على بعضهم بتاع 14-15. او قضيه اليمن، انا هيكون جهدي قد ايه بالنسبه للقضيه السوريه؟ انا هكون قادر على ان انا احل مشكله ال 20 مليون يمني ولا 24 مليون يمني؟ لا، انا هبدا بايه على قدري. بدانا في اماكن من لا شيء، والله من لا شيء. اول زياره عملناها للسودان في جنوب السودان بالذات، كان ده حلم حياتي، كان الكلام ده في 2003، ان انا اروح جنوب السودان، مش السودان اللي هو عند خرطوم يعني، وكان لسه الانفصال ما كانش حاصل، وكان حاصل ايه ان احنا عايزين، مش حتى ما كنتش عارف الجنوب السودان شكله ايه، ما كنتش عارف انهم يخشوا للجنوب من كينيا ويخشوا للشمال من خرطوم. اتلمعت مع السفير البريطاني في الخرطوم، مش كده؟ السفير البريطاني في خرطوم، فتعرف قال لي ايه؟ قال لي في سودانيين، كان كام ده في 2003، عايز اني سودان فيهم. انا طبعا كنت قاعد، والله الحمار لو كان جنبي كان مأمأ، بالك ليه؟ لان انا المفروض اكون عارف ان الشمال ليه عاصمه في الوقت ده والجنوب ليه عاصمه. فنزلت على سمكيدي على كينيا، قابلت المعارضه اللي هو الجيش التحرير الشعبي، بعد ما استشرت اللي هو وزير الخارجيه السودانيه اللي هو كان دكتور مصطفى عثمان، قال لي روح دول اخواننا واقعد معاهم الى اخره اخره. مفيش اي امكانيات على الاطلاق. مجرد ما الامم المتحده شافتنا اجرنا طياره ونزلنا كوفد رسمي وكذا وكذا، ما صدقوا الا جمعيه من الجمعيات جت ورموا عليها الاموال كلها. فتعمل برنامج غير عادي. انت ابدا، وخلي بالك جزء منها اللي انا قلته في الاول ده، مدى ايمانك بحاجتين، مدى ايمانك بربك سبحانه وتعالى، ومدى ايمانك بقضيتك. الاثنين دول لازم يكونوا ماشيين جنب بعض. التوفيق لما بيجي ما بيجيش لان انا شاطر، بيجي لان ربنا اطلع سبحانه وتعالى على قلبي وعلى اخلاصي وعلى عملي، الاثنين مع بعض. يعني في 2004 كانت في الشيشان، اديكم مثل ثاني، عارفين الشام فين؟ عارف الشام فين؟ سعيد. طب يا سيدي الشيشان، ها؟ مر بحرب في ديسمبر 94 وبحرب في نوفمبر 99. خلاص؟ في نوفمبر 99 دي احنا كان ميزانيتنا 10,000 دولار. أي مصيبة بتحصل بنطلع 10,000 دولار. لما أنا رحت هناك كنت انا معايا مسؤول المكتب اللي كان ميزانيته السنويه 30-40 ألف دولار، اللي هي ايه؟ اللي هي الاضاحي ورمضان. وقعدت معاه قلت له يا محمد، قال لي ايه؟ قلت له ايه رايك نزودها كمان 100؟ قال لي 100 هتبقى كتير، ما عمره ما صرف 100. فكلمت المكتب يحط لنا صفر زياده. خلاص؟ لما لفينا ودخلنا جروزني ورجعنا وشفنا المخيمات والناس اللي كانوا عايشين، لو انتوا تبصوا على مخيمات اسمها مخيمات سبوتنيك اللي هي في القطارات والحاجات دي كلها، عائلات قاعده في قطر اللي هي الايه؟ الصالون بتاع القطر، الاب والام في الحته، يعني في ناس قاعدين على ايه؟ على الارض وعلى الكنبه اللي رجل نايم، وفوق ممكن تكون مثلا بنتين 5 أو 6 أو 7 قاعدين في الايه؟ في الصالون ده ولشهور. ما كانش معانا فلوس خالص خالص الا ان احنا حبينا نعمل شيء. فرجعنا بعد ما لفينا على المخيمات دي كلها قلنا نعمل ايه؟ كتبنا مشروع. وانا انا بعرف اكتب مشاريع، والله ما بعرف اكتب مشاريع، والدكتوراه اللي انا عملتها سقطت فيها وبعدين نجحت فيها بعد كده، ما اعرفش اكتب. كتبنا تصورنا وتخيلنا. فالصفر ال 100,000 دول قلنا المدير المالي ومدير الاغاثه اللي هو كان موجود، احنا عايزين مليون. كان هيصوت صوت صوت يعني في التليفون شويه كان هيضربني. خلاص سنه 2000 اعتقد في فبراير او في مارس كنا صارفين 2 مليون دولار، مش جمعيه 2 مليون دولار، لان في الوقت ده ما كانش فيه الا انت اللي هناك. طبعا انت عملت ايه؟ انت خسرت بحياتك، خسرت بمستقبلك، رحت هناك في منطقة أنت مش عارف رايح ولا هترجع تاني. حرب، حرب يعني حرب. واخد بالك؟ فكل الحاجات دي كلها أنت بتبني بيها مؤسسة.
تبني بيها مؤسسه، جزء منها فيها التجربه وجزء منها فيها المخاطره، والمخاطره جزء من النجاح. خد بالك، في اخت هنا كانت عايزه تسال سؤال. في خضم الكلام، شفت كلمه خضم دي وبتفخم الخاخ، خضم الكلام. ها طيب اتفضل. يعني يمكن من ضمن الكلام يعني شعرت انه الواحد مفروض ما يفكر بمشاريع كبيره اصلا، انه انت تفكر ب يعني مشروع، يعني من جو الكلام انه نحن المفروض نشتغل بالحاره بالبيت بالعائله بالاسره، نبدا بانفسنا. الان نحن في عنا يعني نظريه منظمه التحرير اللي دائما بيقولوا نحن ما راح نصلي وما راح نصوم وما راح نتعبد لحتى راس الهرم يصلح، هذا شيء خاطئ تماما. وعنا الجماعة الوهابيين اللي بيقول لك شو اسمه، ولو جلد ظهرك ولو يعني تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هدول شطوا في ذلك وهدول شطوا في ذلك. ونحن عم نقول ان احنا منهجنا وسطي، ونحن يعني رح نقول كلمة حق عند سلطان جائر، ورح نشتغل يعني بعائلتنا وبأسرتنا وباللبنة الصغيرة، ونحاول نطلع للمشاريع الكبيرة. الآن وصلنا لمرحلة الاستيئاس مثل ما تفضلت، ومطلوب منا انه نحافظ على يعني شعرة معاوية البسيطة التي يعني تبقي شيء من الامل لنا حتى نعود. ومرينا بمشاريع فاشلة كثير بالربيع العربي او ما يسمى بالربيع العربي اللي حصل، وبعدين حصلنا على سيل من يعني التشاؤم، وسيل حتى من يعني عم يتشمتوا فينا العالم انه انتم فشلت مشاريعكم في كل مكان، يعني من مصر الى تونس الى يعني ليبيا الى سوريا، في كل مكان مشاريعكم فشلت. فهل نحن المطلوب منا نقف عن هذه المشاريع الكبيره مثل موضوع الثورات، ولا هالمشاريع يجب ان تعود، ولا راح ترجع لحالها، راح تسير، رب العالمين راح ييسر لنا اياها ونحن نضل شغالين على مشاريعنا الصغيره؟ شو الشيء المفروض نحن نشتغل عليه؟ مع ملاحظه انه انا بشتغل في الاعلام، فنحن المفروض انه في عنا يعني باب لتوجيه مثل هالرسائل يعني. طيب، وطبعا لما انا قلت نبدا بنفسي، ده بقول للانسان اللي دي قدرته، دي قدرته. في انسان مش هيقدر يشتغل على المنصوة ده، عشان ما خليهوش يحبط، لان ممكن انا انزل للمجتمع بتاعي اعمل مشروع كبير جدا وطموح، مش قادر انفذه، صح، والدوله والوطن محتاجه. فانا بحاول ان الملم الناس اللي هم قدرتهم ضعيفه او غير قادرين عشان يعملوا، ونفعلهم، نتدرج. من يستطيع ان يكون عنده رؤيه كبيره لبناء الوطن ما فيش مشكله فيها ابدا من اول يوم مبدا فيها، واخد بالك. فليه فنحن احنا بصدق ايه، يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمشي في السفر على قوه اضعف رجل في الركب، ها، الضعيف أمير الركب، صح؟ ثم ننظر لهذا الموضوع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قوته كبيرة يعني، أقوى من كل موجودين معاه من الصحابة إلى آخره، لكن هو ما كانش بيستعلي بقوته على قوة الضعيف. فبنقول للضعيف أنت إيه اللي هتقدر تعمله؟ ممتاز. في غيره ممتاز، واحد زي ما سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيجي له الرجل عشان إيه؟ ياخد منه الزكاة. كان بيدي الزكاة لشخص، هي الزكاة نفسها. كان يجد في شخص اخر زي حضرتك في فراسه، فيدي له الزكاه ويدي له راس مال عشان يجي السنه الجايه يدفع هو زكاته. لما سالوا احد الصحابه لما قال اشمعنى ده اديته المبلغ ده وده اديته المبلغ ده، ان هذا الرجل ارى فيه ها انه سياتي ويعمل وياتي بزكاته في العام القادم. اما هذا فرجل غلبان امكانياته ضعيفه. انا لابد كقائد مجتمعي او لابد كمسؤول مجتمعي احتوي الجميع واشجع الجميع على العمل. ليه يا اخي الفاضل؟ لان ان كل لابد ان يصب في حاجه، ده بقى الحاجه الخطيره اللي هي الصعبه، لابد كل هؤلاء من يكون عنده همه الجبال وقوه الجبال، ومن يكون عنده همه الغلمان زي حالاتنا، نقولكم نتقابل في هذا المكان، في حد هيجي في المكان ده بعد سنه، في حد هيجيني بعد شهر، في حد هيجيني بعد 4 ايام، ده كلنا مكاننا فين؟ في الهدف الكبير اللي احنا محددينه. فده مش معناه ان انا ايه، ان انا بس استنى في ابتدائي او في حضانه الى اخره، لا، اللي عايز يكون ده مستواه لا يكلف نفسه، واللي مستوى اعلى نكونه ونصابه. لكن اهم حاجه في الموضوع ده كله
ان يكون في تواصل بين الجميع والجميع يعرفوا ان ليهم هدف واحد، حماية الوطن، ان ليهم هدف واحد بناء الوطن، لهنا واحد محاربة الفساد الى اخره الى اخره الى اخره. كل في مكانه. انا كحارس او كمنظف حمامات او كجامع للقمامة، دي خلاص انا مؤتمن على مسؤوليتي. انت بسم الله ما شاء الله مهندس اعلامي طبيب كذا كذا كذا، مؤتمن على مهمتك وعلى قدراتك اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك، وكلنا هنتساوى امام الله سبحانه وتعالى بمدى ما اعطانا من قدرات في انجاز الاعمال بتاعتنا. قد يسبقني الرجل اللي بيجمع القمامه ده انه اخلص مني في العمل، وانا معايا دكتوراه وانا مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، لان ربنا بيطلع على مين؟ على قدره الشخص اللي بيبذلها لاخر ايه، الى اخر جهد. لكن ها ما ده كل دي المشروع الكبير، سواء كان محاربة الفساد او الثورات او الاخر، انت عايز في النهاية لما يحصل تغيير يبقى الناس مؤمنة بالتغيير، صح؟ ما تكونش مجموعة بس في صغيرة هي مؤمنة بالتغيير والباقي بيسيبوك تبقى فنكوش. فاصعب حاجة عندنا يا شباب هو رفع الوعي مش التعليم. انا ممكن اعرف اقرا واكتب اخد دكتوراه، لكن انا مؤاخذه الحمار يفهم عني، لكن هل انا اعي ما يدور حولي؟ هل انا ادرك ما يدور حولي؟ هل انا ليا دور في ما يدور حولي؟ فلذلك الانسان ما ينفعلش بشيء يحصل يجهض. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في المثل اللي احنا خدناه، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا خلاه يعيش في المدينه في مكه 13 سنه؟ رب مين؟ رب مين؟ رب مجموعه استطاع ان يقيم بها امه، صح؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى اليه وكان 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 ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه النصر من اول يوم؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصل مرحله في غزوه بدر انه قاعد يدعو والله لان هلكت هذه العصابه لن تعبد 23 سنة دعوة وبناء، وما اكتملش البناء في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ اكتمل بعد كده في عصر سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر ايه 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 الشيء اللي قدمه الإسلام؟ حروب الردة، علشان لا ينقسم الإسلام، لا يهتز الإسلام، لا ينتقص الإسلام، خلاص. سيدنا عمر رضي الله عنه جه بعد كده بنى الدواوين والفتوحات إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فشفت هي تدرجت ازاي لمده 40 سنه ما بين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي او سيدنا عثمان في الاول قبل الفتنه ما تحصل يعني. فما ننظر لمثل هذا الامر في حكمه في ده، يعني الم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا على ان ينقذ ابراهيم عليه السلام؟ ليه حصل الجدال مع النمرود وبعدين النمرود رمى في النار وبعدين يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم؟ وليه لما غير سيدنا ابراهيم ربنا امتحنه كذا مره؟ امتحنه لما ساب مراته وابنه الرضيع في اسم كده في مكه، وبعدين امتحنه بعد كده سبع سمان وسبع عجاف، وبعدين جاب لهم بقى الايه وعام فيه اللي هو عزيز مصر شاف العام ده؟ لا، قال سبع سنين سبع سمان وسبع ايه عجاف وعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، خلاص. فما نبص لمثل هذه الاشياء، ايوه هنمر بازمات وهنمر 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 والظلم هينتشر، ايوه، لكن انا هصبر على البلاء وانا بعمل. خلي بالك، مش اصبر وانا محبط، لا، اصبر وانا بعمل واخذ باسباب القوه اللي هي من العلم والمعرفه الى اخره الى اخره، وان انا اتكامل مع من يعملوا معي من اجل ايه؟ انقاذ مجتمعي، انقاذ وطني. شباب بنات اتفضلي اتفضلي، كل يا ابني عبد القادر شيء.
نفس الكلام للاولاد لو بتشتغل يعني وهو بيبني حاجه نفسه هو مش بيلاقي نتيجه برده بشكل سريع يعني. صح. هنا بقى انه التعجل في النتيجه. اه يعني بس انا هقول لك هقول لك اتفضلي. احنا يعني عايزين دايما نغير بقى، احنا مش شايفين النتيجه مثلا مثلا اه كده يعني فبقى بيطلق وبيدور على حاجه تانية. يعني مثلا لو في بنت مثلا هي بتفضل ان هي يمكن انا مش بحلل يعني اه يعني انا بقول ان ممكن ده يبقى داخليا احنا بنعمله لا اراديا واحنا مش مدركين قوي ان يعني ان دي الصياغه بتاعه اللي بيحصل يعني. فبقيت مثلا لو حد بنت مثلا متزوجه بقت حاسه ان مفيش نتيجه للموضوع او انا مش محتاجه حاجه او الجواز ده مش بيقدم لي حاجه، فبالتالي وطبعا يعني بالنسبه للجيل يعني فكره اصلا الاطفال دي مش نتيجه يعني، قصدي يعني بالعكس دي حاجه مسؤوليه وزياده يعني. فبالتالي بقى عايزين مثلا الناس بقى تنفصل فتبتدي تشوف حاجه تانية تلاقي منها نتيجه مرضيه يعني. وإذا كان نفس الكلام ممكن لو في ولد انا ما اعرفش بقول مثال يعني ان هو بيغير شغله كتير لانه مثلا مش حاسس برضو ان الشغل بيديه نفس الاحساس بتاع ان في اي حاجه بتحصل بقى، ما هي كل حاجه بايظه يعني، بلد بايظه وانا كمان شغلي مش بلاقي منه نتيجه وكده يعني. ف بس طيب بالنسبه لاول نقطه في السؤال بتاعك، السؤال بتاعك يعني في كذا نقطه، النتيجه السريعه العمل الخيري الاغاثي هو اسرع نتيجه، لكن ده مش كافي، ما تخدريش نفسك بالعمل الانساني فقط، ده تخدير تخدير تخدير. يعني مثلا في مؤتمر كان على اليمن في جنيف حاضرين احنا من يومين، نفس الناس اللي بيحاربوا وهم سبب ال 24 مليون اللي هم عندهم مجاعه هم نفس الناس اللي تبرعوا بالفلوس وقعدنا نسقف لهم. خدت بالك؟ ولا تنخدعي بان العمل الانساني ده غايه، ده وسيله. عشان كده انت كنت فرحانه فيه ليه؟ لان حاسه باثره على المستفيد. انا اقول لك العمل الخيري ده بقى زي ايه؟ زي كده انت تيجي ايه عايز تخدري الارض، خدت حته ارض كده هو عايز تخدريها تقوم رشاها بالميه يطلع لك برسيم خلال اسبوع ولا اسبوعين، صح؟ او حشيش ارانب، صح؟ لكن هتزرعي فيها شجر زان؟ لا. هتزرعي فيها شجر البلوط؟ لا. المهوجني؟ لا. النخل؟ لا. هتاخد كام سنين. فلذلك في تخدير الارض في العمل الانساني اللي اتكلمت عنه ده والعمل المجتمعي ده، وفي بناء مجتمع اللي هو في شجره المانجا، في شجره اللي هو البلح اللي هو النخله، في شجر الزان، في كذا في كذا في كذا في كذا. عايز الانسان يقعد على الارض سنين في اشجار معمره بتبقى عمرها 300 سنه و400 سنه على الاستوائيه دي. في حاجه اسمها شجره التبلدي في السودان، ها، اللي عندها 300 سنة و 400 سنة و 500 سنة. فده نمرة واحد بالنسبة ده. بالنسبة لي بقى اللي بالنسبة لي أنا بتعجل الثمرة ليه؟ لأن أنا أصبحت بعيش في معصر سريع الطلقات. فتأثرت بثقافة المناخ المجتمعي اللي حواليا. فكل حاجة بسرعة 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 بسرعة. يعني إحنا زمان ها لما كنا إحنا صغيرين وأنتوا زي كده هو كان عيب إن أنا أشتري سندوتش من بره. عيب عيب. اول ما عملوا في القاهره في حته اسمها العجوزه ها يا عبد مطعم نعمه بتاع السندوتشات ده اللي في العجوزه اللي على ناس شارع شهاب، شارع شهاب ولا شارع شاهين؟ شارع شاهين. ده لما طلع كان توبير سندوتشات والله. وبعدين كان في حاجه اسمها في الجامعه العربيه، الجامعه الدول العربيه اسمه اللي هو الامريكاني ده اسمه ايه؟ ها؟ لا هاردز ده جه بعدين بعد ما عجز ويمبي. وكان السندوتش ب 3 جنيه يا لهوي كنا بنلطم والناس بس واقفه في الطابور علشان السندوتش ب 3 جنيه وتاخد صوره، ما كانش في صور ساعتها. وانا كنت في ويمبي ولما هو يعمل منظر كبير جدا ايه يقعد جنب الازاز في ويمبي عشان الناس تتفرج عليه، انا قاعد جوه شايفني؟ لان كان عندنا لسه الثقافه بتاعت السندوتش بتاع الشارع ده مش موجوده. الفلاح كان عيب 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 انه يجيب حاجه من بره للاكل. البقره موجوده والجاموسه موجوده والارض موجوده والمخبز موجود اسمه الجرن موجود كلها موجوده. عيب يا وليه عيب يا ست، اجيب ايه من بره؟ دلوقتي الفلاح بيقف في الطابور يجيب ايه؟ يجيب العيش الجمعيه.
شوف تغير المجتمع ازاي؟ مين الاخت؟ تغير المجتمع ازاي؟ فاحنا دلوقتي سرعه الطلقات دي ده متاثرين فيها بالمجتمع او المجتمع التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه. الامر الثالث وده اخطر امر لازم اكمل لازم اتكلم فيه، عبد القادر، عبد الفتاح، عبد العليم، منور عبد العليم، عبد العليم اغلو اغا يعني هنسميه اغلو اغا ها. الاسره كلنا بقى كده على بلاطه يا رجاله ها، بس عشان المخبط مش حاجه تتكسر الدلقتين. الاسره هي ابناء المجتمع. تقول لي سياسه، تقول لي اجتماع، تقول لي اقتصاد، من غير اسره انت فنكوش، من غير اسره انت فنكوشه، من غير صبر على ان نربي اطفال لجيل تاني وتالت ورابع نحن مع احنا مش قادرين على نتحمل مسؤوليه شخص وشخصه. انتم متخيلين ان امهاتنا وابائنا ما كانوش بيتخانقوا مع بعض؟ ما كانش بيحصل هجران ليهم ملائكة يعني سيدنا خديجة رضي الله عنها وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان كل مش في ثلاث مصر الطلاق؟ طب شفتي بقى اذا كان امهات المؤمنين كان بيحصل كده بينهم بعضهم. فاللي مش حاق اللي مش قادر يكون اسرة ها اجيب من الاخر ما يتكلمش عن بناء مجتمع. ليه؟ لان الاسرة هي هي الايه؟ الاسرة اللبنة الاولى في بناء المجتمعات. واللي مش قادر يكون أسرة يبقى إنسان ضعيف، تبقى إنسانة ضعيفة. واللي مش قادر يصبر على زوجته وهي مش قادرة تصبر على زوجها تبقى هي ضعيفة وهو ضعيف. واللي يقول لك أنا عندي كل حاجة مش محتاج للست، وأنا عندي كل حاجة مش محتاج للراجل، يبقى إنسان أناني وضعيف، ما عندوش رؤية، ما عندوش هدف. ما نجيش عشان نقول إحنا عايزين نبني مجتمع ولا مش قادر أبني أسرة، مش عايز أبني، عايز أبني مجتمع ولا مش قادر أستحمل زوجي دمه تقيل مناخيره كبيره. اما بقى ايه اما ابتدي اختلف معاه الله ده من مناخيرك كبيره النهارده ليه؟ طب انت متجوزاني وانا مناخيري كبيره، ما شفتهاش انا النهارده بقى لي 20 سنه معاكي ومناخيري كبيره وداني كبيره، شايف وداني عامله ازاي؟ ما شفتهاش لما زعت منه، هو ما شافش بردك اللي هي مناخيرك كبيره ما زعت منها هو، واخد بالك؟ فبالتالي نرجع بس للنقطه دي يا اخت منى، بناء الاسره أصبح فرض عين على كل إنسان قادر، والصبر في هذا البناء لأن من غيرها الأجيال دي حتى تطلع إزاي؟ خدت بالك؟ في حاجة تانية سألتيها أنت ما قلتهاش؟ حد تاني يا شباب؟ ها؟ اتفضلي أنت تبتسمين، إذا ابتسمتي فعليك أن تتكلمي. اتفضلي يا شباب. أنت حيران خدي يا بنتي. خايفة؟ طب أختك أنا جنبك. أنت تمام؟ اتفضلي يا شباب. اتفضلي. ادوها ال يعني أنا مش هسأل سؤال فلسفي، لكن أنا عايزة يعني زي بيقولوا الزتونة، في مسيرة حضرتك أكيد بيبقى فيه أبس أند داونز، ملل أحياناً. أكيد طبعاً. حياة كل إنسان يعني. لما تستصعب بينا الدنيا او نحس يعني نحن مش قادرين على انفسنا زي ما حضرتك قلت في الاول، نستعين بايه بشكل مختصر؟ طيب صلي عندنا. انا هديك كذا مثل في مسيره حياه حضرتي. انا في مسيره ماشي يعني فيها شارع في كل يعني مثلا جت 11 سبتمبر 2001 كانت من أصعب الأوقات على كل المسلمين في أوروبا قبل أن تأتي الإيه للدول المشرق. جاوب يلا. أيوه في بوليس كار جاي. أيوه في مارشال. وعامل بوليس وعامل باسكت وعامل في باسكت كتير بوليس جاي ينقذ الناس. شكرا شكرا. راح بقى هات كوبايه شاي من هناك. او انا نسيت السؤال. فكنا مش عارفين نعمل ايه، لكن مصيرنا ربطناه بمصير المسلمين في اوروبا كلها، اللي هيحصل عليهم هيحصل علينا، وما انكمشناش للاعلام
بالعكس واجهنا الإعلام وخرجنا الإعلام وقلنا الإعلام إن إحنا مش إرهابيين وإحنا مش مجرمين وإحنا كذا. والسي إن إن السنة اللي بعدها كتبت علينا طلعت برنامج لمدة ساعة عن الإنجازات اللي عملتها المؤسسة من ناحية إيجابية. ده تحدي. في مرة سجنوني أنا في أحد السجون في أحد الدول، ما يحبش أنا أسمع أقول أسماء الدول خطأ كالعادة يعني، هم يسجنوك وبعدين يقولوا إحنا آسفين. ها أنا كان كل اللي في همي حاجة واحدة، عشان أرد على السؤال اللي أنت طلبانه، حاجة واحدة بس، إيه هي؟ إن أنا هسألكوا السؤال ده، أنا طلبت من ربنا إيه في الليلة دي؟ هي كان أقل من ليلة، دخلت السجن وعقبال أما دعاء ما ينفعش الصراحة. يلا خلاص خد بالك، وقلعوني مالت وكذا وكان شكلي وحش إلى آخره يعني. المهم دخلت، كان عندي هم واحد فقط في الليلة اللي أنا أعطي أقل من الليلة يعني، كنت أنا خارج تقريبا الساعة 2 قبل الساعة 2 الظهر. كان كنت طلبت من ربنا إيه؟ حد يقدر يقول؟ ها؟ الفرج. طلبت إيه؟ يحفظ لي ديني، ثبات، الرضا. ها؟ ما أعرفش، مش عارف. ها؟ الشغل ما يضرش. ها؟ إيه تاني؟ ها؟ ايه تاني؟ انا سجنت بطلب الفرج. الفرج ها؟ حد تاني يا شباب؟ افكر واحد. ها؟ حد تاني؟ فين عبد القادر راح فين؟ طيب كويس. طلبت منه حاجة واحدة بس، ان انا انام فقط، لان كان عندي يقين ان انا خارج. كنت طلبت تقول لي يا رب عايز انام فقط. نمت. تاني يوم خرجت، بعدها باسبوع سافرت، رحت النيجر ومالي وتشاد وكذا وكذا الى اخره. فدي عقبة بتجيلك في حياتك، انت ساعتها بيكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى ان هو معاك دائما. بس ده اللي بتعمليه. في الازمات دي كلها، سواء كانت الهجوم اللي بتاع الصحافة والاعلام والتشويه وكذا 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 وكذا، انت بتعملي اللي انت تقدر تعمليه، واخده بالك؟ وتستطيعي انك تحمي المؤسسه من قبل. يعني مثلا هقول لكم حاجه، صلوا على النبي. عشان تحمي انت اي مؤسسه في العالم لازم يكون لك علاقات، وده تبع شيء من حاجه العمليه انت عايز تعرفها، واخده بالك؟ ها؟ طيب هو المهم العمليه بمعنى ايه؟ بمعنى في سنة 1991 يعني من 28 سنة انتهجنا منهج الانفتاح على الآخر. الانفتاح على الآخر ده كان أي آخر، كان أي آخر. فبدأنا نحضر مؤتمرات ونحضر ندوات ونستمع ونعمل علاقات. ده في سنة كام؟ 91. في سنة 2001 لما جت الضربة الجامدة دي كلها، مين اللي كان بيدافع عننا؟ الناس اللي عرفونا من 10 سنين. اوعي تفتكري لما هتتصوري مع واحد رئيس وزراء او رئيس جمهورية او ملك او الى اخره، ساعة الحادثة انت عندك ملف مش مكتوب فيه حاجة. فعنا قبل 11 سبتمبر بعشر سنين، ها، فتحنا الابواب فكتب فيها احنا مين. فاللي كان بيدافع عننا مش احنا يعني، كان احد من الشباب اللي هو كان من مؤسسه اسمها يعني تبع كاريتاس بتاعه الكنيسه الكاثوليكيه، كان بيدافع عننا في الجلسات الخاصه بتاعته. انا عرفنا، جم زارونا وعملنا شغل مع بعض وساعدناهم وساعدونا. لا كده، لا يعني، لا ليه؟ لان انت عرفتيه قبل الازمه. لو جيتي تعرفي حد ساعه الازمه محدش هيكلمك، هيخاف منك وما يعرفكيش قبل كده. فده جزء من انت بتستبقي الاحداث السيئه ببناء العلاقات الجيده مع الناس اصحاب القرار. خدت بالك؟ شفت هي مسيره بتمشي من كذا اتجاه. اتفضلي. اتفضلي. يعني لو انا انسان نفسه شعر بشيء من الاحباط،
او حاسس ان هو اجهد من الحاجات اللي بيمر بيها ازاي يرجع يوقف نفسه تاني يعني. جزاك الله خير. تعالى كده احنا قاعدين الصبح هنا على الرحمن. الصبح قاعدين تقريبا والله. انا كنت كل لما صدي ايوه شايف انا مصدي. عبد الله انا مصدي اهو. كل لما صدي اروح بلد عشان اجلي صدري، انزل السودان، انزل مالي، انزل تشاد، انزل النيجر، ارجع من المطار على المكتب ان شاء الله تكون الطياره 10 ساعات. يبقوا عارفين الراجل ده راجع لنا من المطار، اللي عايز يخلص شغله قبل ما يجي يمشي يروح، واخد بالك كده. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه زياره المقابر اسمها ايه؟ اذكروا هذه من اللذات وايه وفي الموت موعظه. روح الانسان يزور الاماكن دي كلها، عايز الصدر ده يروح عندي كان على مستوى مخالطه الفقراء والمساكين. انا كان عندي واحد من الشباب قال لي قصه كانت جميله جدا، يعني من انسانه ارمله وعندها 3 اطفال وساكنه في الشرابيه، عارفين مستوى الشرابيه الاجتماعي يعني، والشرابيه يعني زي كده عندكم انتوا حته كده تعبانه في اسكندريه، حته شعبيه جدا وشبه انها تكون عشوائيه. فكان بتاخد ايه كفاله الثلاث ايتام، جوزها مات وبتاع ده، وبيدوها كفاله في الجمعيه بتاعتها خلاص. لا بتقول له انا عندي كمان طفلين تانيين. لا 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 خلاص مش دلوقتي بعدين. قال لها طب الاثنين دول جبتيهم منين؟ قالت له ما ده جاري اللي هنا اللي الاب والام ماتوا في حادثه فانا خدت ولادهم معايا. ارمله بتاعت ايتام تاخد كمان 2 ايتام. فالراجل قال لها طب يا حاجه، قالت له ايه رزق اليتيم ده عند ربنا. ده بالنسبه لك بيحسسنا بضعفنا وعدم مقدرتنا على فهم العطاء اللي المراه الايتامه الارمله الام الايتام بتزود عبئها مره ثانيه. لكن مين صاحب الرزق؟ ربنا. خدت بالك؟ فبدل ما 3 5، واكل 3 يساوي ايه؟ يكفي 5، واكل 5 يكفوا 10. ده مفهوم المرأة الفقيرة لأرملة وترعى أيتام. لذلك يوم الدين مين اللي يتسابق مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا وكافل. والكفالة هنا يا بنتي أنت وهي ويا أخويا أنت وهو، مش ال20 دولار وال50 دولار ولا ال40 دولار، ده كلها كلام فنكوش، كلام تجاري. الكفالة معناه أنك تكفلي اليتيم كما تكفلي ابنك وبنتك. وكفلها زكريا كلما دخل على المحراب وجد عندها رزقا. كفلها زكريا. يعني دلوقتي عشان نبيع بقى ونسوق في الجمعيات ده ب 29 دولار وده ب 30 دولار وده لا، ده مش دي كفاله، دي مساعده. لكن احنا بنشجع الناس على العطاء. فشفت الست اللي كان عندها 3 خليتهم 5، وكان بتكلم الراجل وهي منشرحه الصدر فرحانه وسعيده، ده انا داخل بيتي ايتام ودول ايتام ولاد جاري. شوف قد ايه البعد. ده مش حجل الصدر ده؟ هتلاقي انت في كل حي من الاحياء في البتاع اللي هي بيجري بيها الصدور دي، مش محتاجه تروح. انزلي شوف السوريين عايشين ازاي اللي هنا اللي موجودين في البلد هنا او اللي كذا او اللي كذا او اللي الى اخره. شوف الاحياء الفقيره في اي دوله من الدول. فلذلك ده على المستوى ايه؟ على المستوى ايه؟ الشخصي. اتفضلوا يا شباب، في حد تاني؟ سؤال تاني؟ طب ده انت انفعلتي بقى. انفعلت. سؤال حضرتك، في يعني في حياة كل شخص عطاء وبذل وشغل وأسرة والتزامات. حضرتك في حضرتك أنا الأسرة في معادلة لا أنا في معادلة يعني أنا عن نفسي أنا كمان في معادلة توازن نحاول نعملها ما بين حقوق الأسرة، خيركم خيركم لأهله. طيب حضرتك إزاي تقدر تقول لنا التوازن ده إزاي أنا أقدر أقيمه في حياتي إن أنا بقدر أدي بالتوازن بشكل معادلة معين؟ طيب آه. أنا يا سلام. ده نفس أنا ولا نفس أنا؟ أنا طبعا صلوا على النبي، أنا متجوز أكيد، حد فيكم حضر الفرع بتاعي؟ المهم
يعني عشان اتجوز عديت على كذا حاجة, اترفضت شوية وكذا, والحمد لله ايه ان انا اتجوزت الزوجة اللي انا ايه اللي كانت ايه رؤية امي في منام. قالت لي انت شفت عمك فلان الفلاني جاي بيديني تفاحة. تفاح كان في الستينات بثلاثة جنيه كيلو, كان ماهيتي انا وانا طبيب في السبعينات 17 جنيه. يعني كنت تيجي تتجوزيني وكان مرتبي 17 جنيه. شفتي قد ايه 17 جنيه حاجه كبيره قوي. كان في 8 جنيه كان في 9 جنيه كان في 10 جنيه في 12 جنيه واللي بياخد 30 جنيه ده بقى يعمل فرح العمده. ها فالمهم ففصلت الحلم على ايه, على اخويا هيتجوز فلان بنت فلان الفلاني الى اخره. جت في الاخر نصيب انا بدونها انا فنكوش, انت اللي هتنجحي جوزك. شفت بقى زي كان قلت ايه الام امه, والزوجه مش فقط سند, دي سند وعدد ها وراحه و اسمها ايه وسكن. انت الاصل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيشتد عليه الخطب كان بيجي يقعد على 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 رجل مين؟ على رجل السيده خديجه, صح؟ فكانت هي الموئل بالنسبة له في ساعة الايه الشدة. وكان لذلك كان هو وكان زي برضه هو عليه انه يتلطف ويرحم ويغفر وكذا وكذا وكذا. شوفوا دور السيدة خديجة كان عامل ايه قبل الاسلام في صدر الاسلام, واخدها من ايده صلى الله عليه وسلم عشان هنا وهنا وهنا وهنا. يعني هي كانت مسميها ايه اللي هي اللوبيست المحركة الوقود. فكانت حبيبة, كانت زوجة, كانت أم, وكانت سند, وكانت عندها الرؤية, وكان مالها إلى آخره إلى آخره. شفت تكمل الرأيين ما بين اتنين. فأنت عليك دور. لو حسيتي إن زوجك عنده رسالة أنت تنجحي فيها, أنت تنجحي فيها. العملية مش عملية شباب وأنا عندي الكيمياء بتاعتي هتغير ومش هتغير وبسموه أنت دلوقتي المزة وإيه تاني وال بيسموه ايه انتوا مش عارفين الحاجات دي ان انتوا يبقى انا بقى متشرد. ها الجماعه الخلفيه اللي ورا دول. المهم يعني ايه الروش والحاجات مش عارف الحاجات دي بتاعت الشباب دي كلها. ها ما ينفعش, لان في النهايه مسؤوليه, وانت هتكوني سبب في بناء نهضه امه, سبب في بناء نهضة أمة. خلاص؟ حلو كويس. فده اللي احنا بنحاول ندور, دور المرأة في البيت, ودور هو طبعا الزوج مش بقى يخرج بقى كده ومن غير لا. يعني برضك ايه يكون عنده في تشارك في المسؤولية. مش بس الزوج, هي فكرة ان الزوج احيانا بيكون عندها اشتياق ان هي كمان يعني تقيم في المجتمع. مفيش مشكلة لو ايوه سواء الزوج ليها حقوق ومطالبات والزوجة ليها حقوق ومطالبات, لكن كل منهم ازاي يعمل معادلة ما بين انها مثلا تكون ام وتبني امه وفي نفس الوقت يكون ليها اثر مجتمعي, ازاي دي لا تطغى على دي. طيب تعرفي بقى الموضوع ايه, انت ليك اولويات في الحياة. في مرحلة معينة انت هتبني المجتمع اللي هيعمل الامة اللي هو اولادك. بعد ما يكبروا تبتدي تخش انت تعملي حاجه تانية مع زوجك, يعني ايد بايد ورجل برجل, لان المسؤوليه الاصل. تعرف انا مش هعرف اربي اولادي, نادر جدا لما تلاقي اب بيربي اولاده, نادر يعني. يعني لما تلاقي انت تلاقي لما 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 الام تخش البيت العيال بايه بيجوا حواليها, صح؟ لما الاب يخش البيت يعني ها بابا هات لنا شوكولاته هات لنا كذا وخلص الحدوته. احنا جربناها دي واحنا مسافرين مره النيجر ومالي وتشاد. ها المره اللي قبلها نزلنا حته اسمها مندره في شمال الصومال في شمال كينيا, خدناش واخدين معانا بنات يعني اخوات, كانوا الستات مرعوبه مننا والاطفال بيعيطوا. شكلنا كان التراب بتاع الارض كان احمر, كان شعورنا سودا. فتخيل بقى الشعر الاحمر الشعر الاسود بالتراب الاحمر باللحيه الحمراء في اسود, يبقى ده شكله ايه بالنسبه للاطفال؟ شقه دي قلتها شيطان. فالعيال كانت بتعيط فعلا بعيال, واحنا ما كناش واخدين بالنا, كان فاتحين العربيات ما كانش في تكييف في العربيه, 4 ساعات بالعربيه ما فيش تكييف في كينيا.
السنة اللي بعدها قلنا لا لازم ناخد معنا بنات، ثلاث بنات، واحدة فيهم مش مسلمة واثنين مسلمات. والله ثلاثة مجرد ما قعدوا مع النساء والأطفال كل الأطفال بيتنططوا على ايه؟ على حجر البنات طبيعة. فأنا مش هكون قوة جاذبة في البيت، انت اللي هتكوني قوة جاذبة. ما تتخليش عن مسؤولية بناء المجتمع الصغير إلى أن يخرج هؤلاء الناس للخارج وتبدأ بقى تكمل أنت مع جوزك في المجتمع الكبير. بتبقى مرحلة، أنا مش عايز أحرمك منها، بس هو في مسؤوليتين، مسؤولية أولية ومسؤولية بعد كده هو. وأنت المسؤولية الأولية دي أنا هستحمل علشان ما يحصلش طلاق، حتى لو زوجك كذا 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 أصبر عليه شوية وبعدين إيه أراجعه فيها. لكن راس براس وند بند وكذا بيحصل الشقاق اللي بيحصل فيه الانفصال ده كله. معنى دايما كل واحد فينا يتكلم في بق التاني. ها يعني كنت انا بعمل محاورش اتعمل في مش عارف فيوم او حاجه زي كده، هو 50 واحد قاعدين وقدامنا ساعتين نتكلم فيهم وما يحللهمش الكلام لو التاني بيتكلم. تبقى انت بتتكلمي وده رافع ايده وبيتكلم في بقك، طب بس ما تصبر حضرتك تتكلم. لا، فبالتالي برضك في الخلافات الزوجيه في البيت ما ينفعش نتكلم وانا بتكلم او تعملي وانا بعمل الى اخره. فانت دورك الاساسي انت بتعدي الامه. هو بيلملم الجراح في الشارع دلوقتي لغايه ما يطلع من ولادك انت مش عارف مين او مين او مين او مين الى اخره. صح؟ يعني مثلا يعني بنشوف المجتمع زي الدوائر اللي حوالينا الند بند ومشاهده ان المراه دايما بتحاول يعني توازي احنا بتساوي اولويه دورها في المجتمع بدورها في البيت في التوقيت عمل خلل في شكل الاسره فهدم مجتمعات فسبب نسب طلاق عاليه. فهي دي مشكله كبيره في المجتمع حاصله، وللاسف يعني ادراكها او طريقه التعامل بنضوج فيها للاسف قليل اللي بيدركوا ذلك. يعني لان طريقه التربيه اللي احنا عشناها يعني احنا مثلا تربينا ما اعرفش انتوا صغيرين عننا، يعني احنا تربينا في بيت اسر بتلملم كل الجراح دي ما تأمنش بالطلاق، وده بيتنازل او الراجل بيتنازل او الست بتنازل عشان تكمل المسيرة، لان هم في النهاية ناظرين للاطفال ان هم ده الهدف. الزواج هدف الزواج مش من انا اتجوز واحدة غنية او واحدة حلوة او واحدة كذا، لا، هدف الزواج ان انا ببني اسرة ببني مستقبل. فده اللي احنا بنتكلم، لو احنا رجعنا الاصل ده لينا احنا ومنسمين نفسنا احنا يعني اسلاميين او كذا او كده اخره، الهدف ايه؟ الهدف ان انا اطلع نشا. وفي سبيل هذا زي ما انت صبرت على الارض وانت فلاحه، او صبرت على المرعى الراعي وانت رعيه غنم، عشان ايه؟ عشان الاسره بتاعتك، عشان بقاء حياتك. اي حاجه ثانيه يا شباب؟ انت سالعه فوق في المريخ ولا فين؟ ها الشباب اللي ورا الركن السميع اللي ورا ده. ايوه معاه. طيب كويس. ايوه ما انت جاي من العمره انت ايوه طيب كويس. ايوه بلبل ايوه مفيش حاجه. طيب في حاجه ثانيه يا شباب؟ انا طولت عليهم ولا انت بقى صاحب الجلسه خلاص؟ ما تتكسفوش. هو من اصعب الاشياء ان انا اركز. يعني انا ادي مثل تاني، ان ساعه ما الحرب الاولى في العراق حصلت والسي ان ان طلعت وعملتها على الهواء
وجورج بوش الاب طلع قال هاي ده انا عرفت ان في حرب في العراق من السي ان ان. طبعا فنكوش بكيوبر ده يعني. كان في اتنين بيعمل، واحد بيعمل دكتوراه واحد بيعمل ماجستير. واحد فيهم ركز في الدكتوراه والتاني قاعد يسجل كل افلام السي ان ان عشان ياخدها معاه ومروح، ما كملش الماجستير. يعني واحد ركز حاسس ان في هدف لازم يتحقق والتاني ما ركزش. انا ليفربول اتغلب خلاص، الاهلي اتغلب، الزمالك اتغلب، طب انا هقعد نكد على نفسي ليه؟ حرق دم ليه؟ ما عنديش هدف. ها؟ فبالتالي انا لو مش محدد لنفسي هدف هتعب. هتعب. ان شاء الله يكون الهدف ده بسيط. عشان كده انا مبسط الامور دي ليه؟ عشان ما ادخلش على الناس. ان شاء الله يكون الهدف بسيط. طالما انا منشغل بهدف عايز احققه يبقى لابد احققه. ما انشغلش بحاجة تانية. نقدر نركز في دي ولا ما نقدرش نركز؟ عندك هدف؟ طيب اللي عنده هدف يرفع ايده. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، كل واحد حيقول هدفه. لا هو العملية بس برفع ايدي كده خلاص، العدد العدد في الليمون. يا ليمونة يا ليمونة. ها لا لا انا برضك متربي في الايه في الحوالي بتاعت طيب طيب طيب. ها طب قولي لي ايه هدفك؟ اه مش انت رفعت ايدك؟ لا الصراحه بس عندي لا انا ازعل قوي 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 قوي. ايه هدفك؟ والله مش... يعني كنت سكي مسكي مفيش مشكله. اه يلا كل واحد بس جمله كده. سي اي او بتاعت شركه جوجل ان شاء الله. ان شاء الله كويس. يلا اللي بعدها يلا يلا ايه عندك هدف ايه؟ هو انا يعني هدفي بصراحة ان انا اعرف احقق ذاتي اللي انا عايز اعمله او اكتشفه، يعني اقدر احقق حاجة انا اقدر انجح فيها. طب جزاك الله خير. يلا 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 نجلة. هدفي في الحياة احيا بشكل سعيد واسعد من حولي وان اجد قيمه نفسي في كل يوم اجدها. يعني هو هدف صغير شويه يعني او يعني وقت يعني مرحلي بعلم اطفال اتراك عربي يعني، فنفسي انه السنه دي تعدي ان شاء الله ويكونوا يعني خلصنا يعني يعني حاجه كويسه يعني. طيب هو هدف ممكن اقول دلوقتي نشتغل مع حضرتك. ده هدف يعني الطارئ دلوقتي بس هو على على لو على المستوى اكبر او على المدى البعيد يعني هدف ان انا اعمل حاجه على المستوى بناء الوعي اللي اتكلمت فيه من خلال سواء مش بس الناس حتى الافراد اللي ممكن يبقوا كبار، يعني ان احنا نقدر نوصل لان انا يكون ليا دور في عمل برنامج يفيد في المجال ده في مجال الوعي. ان يطمن على اولادي يتجوزوا ويشتغلوا ويكملوا حياتهم يقفوا على رجليهم. ما رفعتش ايدي والله ما رفعتش. ممكن يبقى حاليا انا احقق توازن على كل الاصعدة في حياتي، يعني هدف مرحلي برضو لحد ما بتعملي ايه بقى وتحققيه وتسعدي. هو الواحد بشكل عام يعني بيعيش عشان يبقى سعيد ويرضي ربنا وبيحقق ده بقى بطرق كتير يعني، فانا لازلت ببحث عن التوازن بقى في كل السبل دي يعني. ثلاث اهداف. اول حاجه اسعاد بابايا ومامتي. ايوه ممتاز. ثاني حاجه اكمل دراسه. ثالث حاجه اعمر افريقيا. اعمر ايه؟ افريقيا يعني القرى الفقيره في افريقيا. لا لا
فاهم ما رفعتش ايدي ولا انا لا هدفك هدفك قول لهم عايز اتجوز مثلا قول لهم قول لهم لا احنا حتى الان عرفنا احنا قول لهم يا منعت ودماغك لا لا انا هدفي حدد حتى الان يعني حتى الان انا اكون ناجح في شغلي يعني ده اكون ناجح في شغلي حتى الان يعني حتى الان يعني ايه يعني ممكن لا 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 والله والله ما تعدي من عليك عشان انت هتقول كلهم خايفين من اهدافهم يا دكتور والله يا دكتور يعني النجاة بقى النجاة و انت مدرب يا انت لازم تقول اي حاجه هو ايه عدى ورا لا ما يعديش عليا انا كمان ايه طيب والله الواحد حاسس ان احنا في مصر ايه اخدنا على دماغنا علشان احنا ما كانش معانا مجموعه من مقاومات القوه فالواحد يحاول ان هو يمسك في حاجه كده سمير العبد الله دي مسكين الناحيه الثانيه حاضر هديك ناوي تقول انت ما فيش هو كشغل يعني نفسي يبقى عندي شركة مثلا زي شركة وارن بوفت انا كان عندي هدف اني اسمع هدف عبد الله نور و... يبدو اني ما نجحتش لا طب ينفع اقول سؤال بعدها يعني عندي هدف انه ان شاء الله نقدر نعمل مشاريع في عالم الديجيتال في عالم الانترنت تؤثر على حياة ملايين من البشر متفائل بذلك كمل وبعدين سؤال خلاص هذا هو الهدف وبعدين سؤال خير. يعني على الصعيد الأسري أني يعني أبني أسرة مسلمة ويعني تربيتها تربية صالحة ومتكاملة وعلى مستوى العمل أنه أصنع أو أشارك في صناعة سينما هادفة ما بدي أقول إسلامية بدي أقول سينما هادفة يعني تصل لكل العالم ما تكون فقط في عالمنا يعني تكون مؤثرة ويصل صوتها وبس يعني دول نرجع لله جوجل انت وهدف واضح جدا وهدف واضح جدا انت مخبيه هدف بتاعك وانت افريقيا اسعدت قلب شوف اما اللي ورا ضربه رفضه مش قلت هو اطرش كده هما الاثنين اللي جنب بعض سؤالك ممكن بس دكتور انا يعني اسفا اني ارجع لموضوع الاس تي اس لكن حقيقه السؤال انا اعتقد انه بالنسبه لنا هو في الشيء اللي ممكن الواحد يعمله حضرتك تكلمت كثيرا بانه الواحد يبدا بالشيء القريب منه واللي ومن حوله هو كذا لكن في الفترة الأخيرة الأطروحة الجميلة اللي بدأنا نسمعها أنه الشيء اللي أنتم بتعملوه الشيء الإيجابي اللي أنتم بتعملوه في الإطار الضيق تبعكم هو في الحقيقة سلبي هو في الأصل سلبي كنا سمعنا هذا الكلام بشكل كتير واضح على مثلا على مسألة مثلا الناس اللي بتطلع مثلا في مظاهرة لأي قضية ما فكانت الناس في البداية تقول إنه يعني أنت لو مش هتقدر تعمل حاجة على الأقل كثر سواد المسلمين في مش عارف مين اللي موجودين في أي طالعين في مظاهرة يعني مناسبة لأي كوز يعني إيجابي لكن بعدين صاروا يقولوا لنا إنه هاي المظاهرات اللي أنتم بتطلعوها هي كثير من ال من ال من الناس اللي أنا بدأت أصدق يعني جزء منهم إيه إنه المظاهرات اللي أنتم بتطلعوها بتنفس الغضب اللي موجود عند الناس ثم ترجعون بلا شيء
وبالتالي او مثلا انت بتكون متضايق فبتكتب بوست على الفيسبوك وبتنفس اللي عندك وخلاص، وهذا الشيء ما بيحقق اي اثر ايجابي. بل حتى بعض الناس من اصدقائنا كانوا يقولوا مثلا عن انه انت بتعمل في بلاد ولتكن هذه البلاد النظام فيها ظالم، في مصر ولا في سوريا ولا في اي مكان، فاي مشروع ايجابي انت بتعمله، اي مشروع ايجابي جيد ذو اثر طيب انت بتعمله، هو يساهم في تثبيت هذا النظام. المفروض ان انت ما تعملوش عشان الناس تطق، عشان تخرج لتواجه. فهذا السؤال. طيب انا بس يحزنني ان الناس دول بيوصلونا لمرحله واحده، ان انا ما عملتش حاجه واقعد في البيت، ما عبرش عن نفسي باي حاجه على السوشيال ميديا واقعد في البيت. يعني الصفر افضل من السلبي. ده رايهم. ما انت لما يكون كل الظواهر دي انت بتعملها في وجود هدف ليك انت، دي بتساعد في حقيقة الهدف. لان انت مثلا ما بتكتب كلمه على السوشيال ميديا جزء من رفع الوعي، لما تحط صوره على السوشيال ميديا جزء من رفع الوعي. رفع الوعي ده مش هيحصل بين عشيات وضحاها. انت شفت الواد السوري اللي طلع اللي اسمه اللي تقول على شط البحر اسمه ايه ده من سنتين، ها حاجه واحد من الاثنين الاولاني والثاني، فدي رفعت وعي ناس كتير جدا بمجرد صوره، مجرد كلمه، مجرد شعر انت بتكتبه. يعني شوف كثير من الاشعار غيرت فكر كثير من الناس. فلو انا هقعد ده يقول لي لا او ده يقول لي لا، ما صح. لو احنا قعدنا ما عملناش اي حاجه ايجابيه في بلدنا خلاص، قد تحدث ثوره، صح؟ الثوره دي ممكن تدمر البلد عن بكره ابيها، بلاش كبير ولا صغير، صح؟ ويبقى الشعوب دي اصبحت شتات فيما بعد. انت جزء من اللي انت بتعمله ولو كان بسيط وضعيف وتاثيره قد لا يكون ملموس كده، واخبر حضرتك، لكن هو بيأثر على شريحه من الناس. انا اديك مثلا عندنا، انا لما بعمل محاضره على السوشيال ميديا ما بيهمنيش عدد اللي شافه خالص، يهمني عدد اللي عمله شير، ما يهمنيش عدد اللي عمل لايك. وانا عامل معادله ليا 1%، لو اللي شاف 1% منهم عمل شير ده اللي يهمني. لان لما كل 100 طلع واحد فهم، انا مش عايز اكتر من كده. انا مش برفع سقف التوقعات بتاعي عشان ما احبطش نفسي، لكن انا عايز وانا بشتغل ابقى ماشي في مسيره. ال 1% ده هيطلع بعد كده، بعد سنه 2-5 يبقى شيء تاني، لكن لابد في المسيره ان انا اعمل الف وب وجيم. فانت حدد لنفسك في مسيرتك ايه عشان توصلك لهدفك اللي انت ممكن توصل له في حياتك، ممكن يوصل له الجيل بعديك بعد انت ما ربنا ايه يعني تولنا برحمته جميعا. لكن ما اقعدش بقى في البيت ما عملتش حاجه ويجي لي الاحباط من الناس دول. بالك انا دلوقتي انا بيني وبينك مثلا 5 سنين في عمر، بس 5، ها لك ها، هو اكبر طبعا، هو اكبر في المقام كمان. بالك لكن انا المشكله ايه، ان انا عايز ما يجيش يوم لما انا سايب حاجه الناس تسمعها بغض النظر هي ايه، هي معتبر ده ذكاء علي. انا ما عنديش فلوس مثلا، ما عنديش قدره، ما عنديش شعبيه، ما عنديش كذا، لكن انا بسيب حاجه تكون دي من الناس الا من 3: علما ينتفع به. قد يكون في الحديث اللي اتعمل النهارده وارائكم دي كلها ناس بتسمعها، وناس هتاخد رايك او رايك او رايك او رايك، ناس هتحس ان في ناس بتناقش قضاياها، ناس هتحس ان في ناس لسه مهتمه. بالك فلما ننظر لمثل هذه الاشياء اللي بيقول لك ما تعملش حاجه، اقول له جزاكم الله خير، انا هعمل ما استطيع ان اقوم به. عايز يعمل سينما، هادف ليه لا؟ ليه لا؟ يعني مصطفى العقاد لما راح سوريا، لما راح لوس انجلوس وهو عنده 16 سنه، ربك، وعمل فيلمين او 3، يعني الى الان السينما العربيه والاسلاميه مش قادره تعمل زيهم. ربك، ولو اطال الله سبحانه وتعالى عمره
اللي كان هيعمل كذا وكذا 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 الى اخره. اصبح الدراما دلوقتي هي جزء من رفع الوعي وجزء من التعليم. يعني شوف انت مثلا مسلسل زي بتاع ارطغرل تتفرجوا عليه مصروف عليه فالناس بتتفرج عليه السنه الخامسه والسادسه والسابعه. في مسلسلات بالطريقه دي بتديك القيم والاخلاقيات، في مسلسلات ما بتديكش اي حاجه. وده هدف محدد، انت هدفك محدد في افريقيا، انت هدفك محدد نشتغل فين. فسيبيكي مني انا بقى الحته الثانيه، انت قلت ايه؟ ها رفع الوعي اصعب هدف، ده اصعب هدف ان ترفع وعي الناس وتغيره من مرحله لمرحله. عايز مين؟ عايز يعمل جوجل هنا، وانت عايز تعمل ايه انت؟ وارن باف ده بيعمل ايه ده؟ انت عايز تعمل فلوس، ممتاز. قول انا عايز ابقى عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن عوف باف اورن عبد الرحمن بن عوف بقى. كويس، كله 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 ميسر لما خلق له. وانت هدفك ايه في الحياه؟ اه ما انت بتتكلم في التليفون بره، عايز ايه بقى في الحياه؟ لا ايه هدفك الناس عايز تعمله؟ خلصت انت الدراسه دلوقتي وجيت هنا هو وعايز تعمل شيء، ايه الشيء اللي انت بتتمنى تعمله؟ انت دلوقتي بتشتغل في مؤسسه خيريه، بعد كده زي ايه؟ خلاص عايز يعمل مؤسسه مجتمع مدني في التخصص بتاعها، واضح ولا مش واضح؟ مش واضح. انا لما سافرت بريطانيا ما كانش عندي هدف الا ايه؟ انتوا عارفين الدكاتره، في حد فيكم دكتور هنا؟ اما بنتخرج احنا ولا مؤاخذه الدكاتره يعني عندهم خمسه عين. ايه الخمسه عين دول؟ العماره والعربيه والعروسه والعزبه والعياده. ده الهدف بتاع الدكاتره كلهم، كان هدف معفن يعني. وطبعا لازم يكون فيها العروسة، من غير العروسة مش هيحصل حاجات دي كلها. خلصت خلاص كده؟ لا لسه شوية. واخد بالك؟ ابدا ده خلاص. هل انا كنت رحت لما رحت هناك كنت متخيل ان انا هشتغل في العمل الانساني؟ ابدا. ابدا. ابدا ابدا ابدا. رايح علشان اخد دكتوراه. وسقطت في الزمالة. الحمد لله، وما كملتش الزمالة. وربنا جاب لي دكتوراه. وكنت فاشل برضك، خدتها في ست سنين. أو أكتر. خد بالك؟ وربنا في الآخر يعني بيقول لي أنت خدت الدكتوراه دي عشان أنت اشتغلت في العمل الخيري. فكأن ربنا سبحانه وتعالى إداني الدكتوراه مكافأة على إيه؟ على عمل خيري اللي أنا أصلاً لما سافرت ما كانش في مخي. ده أنا كنت في مصر ما يعني كنت حليوة. كنت بلبس أباقيب خشب، الخشب الأباقيب باب الخشب ده. ما تعرفوش تلبسوه انت. والدرب بيه ده. المهم يعني واخد بالك، فلما نبص لحاجات زي كده هو ما كانش ليه يعني هنا، لكن لما جيت هنا هو فضل سبحانه وتعالى وربنا يسر لي، ربنا يسر لي فاصبح في هدف كبير. كان في الاول عمل انساني، دلوقتي عمل ايه؟ عمل مناصره، اللي هو المناصره المؤازره عشان تدافع عن حقوق الفقراء، تدافع كذا تدافع كذا تدافع عشان تبني مجتمع مدني اللي انت عايز تعمله. فالهدف بيتغير وبيكبر معاك كل شويه. فارجوكم واتوسل اليكم ما تعيشوش من غير هدف. بغض النظر الهدف ده هو ايه؟ بغض النظر على الاطلاق. بغض النظر على الاطلاق، لابد يعيش بهدف، دي نمره واحد. لابد يعيش يكون عندنا رساله، دي نمره اثنين. لابد يعيش يكون عندنا دور، دي نمره ثلاثة. ان شاء الله الدور ده على مستوى الحاره عشان ما نزعلش الناس لو مش قادرين ايه؟ يشتغلوا في الشارع. لابد يعيش نعيش ويكون عندنا مهمة، يبقى مهمة وهدف ورسالة ها ودور ورؤية. صلى الله عليه وسلم كان بيقعد ويقول أنا أرى قصور قصرة وقصور كذا وكذا، هو قعد فين؟ هو قعد يعني شافهم فين ده؟ صح ولا غلط؟ رؤية رؤية ونقاء سريرة إلى آخره إلى آخره. فنختم بأن احنا مش عايزين نكون نظريين، لكن عايزين نكون عمليين. واحنا بنحاول ننقي نفوسنا ها ان نحط لنا هدف وكل يوم بنراجعه. اختم واقول في حاجه ايه؟ لما جينا قلت لكم الموضوع ده قبل كده مش عارف ولا ما قلتوش.
لما مش كنت قلت انا قبل كده ما كنت عندك في من شو من شهر ولا حاجه، لما جينا الجامعه في برمنغهام في كليه الطب حابه تبني ما ثياتر يعني مسرح او قاعه محاضرات، كان الكرسي زي كده ب 2000 جنيه فاحنا اشترينا 10 كراسي يعني ب 20000 جنيه، الكلام ده حوالي 14 سنه او 15 سنه. كان لنا هدف واضح جدا، نضع اسماء كل المسلمين العلماء المبدعين على كل الكراسي دي، وضعناها علشان يعرف العالم ان احنا بنحيي ذكرى هؤلاء العلماء اللي عملوا ايه، اللي هم انجزوا بعد ما ماتوا بألف سنة، بعد ما ماتوا بألف سنة. فانا نفسي ان كل واحد فيكم ينظر لنفسه فيما قدم للعالم بعد ألف سنة، وأين سيذكر اسمه أو اسمها بعد ألف سنة. متقابل مع بعض بعد ألف سنة، هتعملنا ايه بقى في البيت؟ تطبخلنا، هتطبخلنا بقى، ها هتطبخ ايه يا ستي؟ هتبدأ قبلك هنا في الدنيا، مش سيدنا نوح 10-950 سنة يدعو بس؟ فبالتالي انت لابد تسيب أثر، المؤمن لابد يسيب أثر، لابد يكون له أثر، وأثر ملموس، وأثر يراه الناس ويسمع عنه ويستفيدوا منه. واضحين يا شباب؟ اتفضلوا. طب جزاكم الله خير. يلا. يوسف